ومعنا حول هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حول الملف النووي الإيراني مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. أهلا بك سيد محمد. وهنا الملف النووي الإيراني منذ أن تم توقيعه ما بين إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي عام 1957 بين الإدارة الأمريكية مر هنا بعدة مراحل تصعيدية ما بين ضغوطات وتصعيد وتصريحات حتى جاء الاتفاق النووي مع إيران والدول الست الكبرى الذي وقع في عام 2015، لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يعجب الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، ولذلك قال أن هذا الاتفاق معيبا. فكيف ترى هذه المراحل أولا قبل أن نتدخل في جانب إسرائيل ونتنياهو وما قاله منذ عدة أيام حول هذا الملف النووي الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظة الجوهرية لدى الغرب الآن أن معظم القادة الغربيين لم يكونوا شركاء في التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التواصل إليها في يوم 14 يوليو 2015. ترامب وتريزا ماي وماكرون كلهم لم يكونوا داخل السلطة وقت توقيع هذه الاتفاقية، وبالتالي هم ليسوا مسؤولين عن كل الترتيبات التي تمت ما بين طهران وتلك العواصم في مرحلة أوباما مثلا أو مرحلة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وكلام من هذا القبيل، وبالتالي هم غير راضين عن الاتفاقية من الأساس ويسعون الآن إلى تسوية جديدة أو تسوية تكميلية مع إيران للحصول على توافق بشأن المستجدات التي تمت ما بعد 2015. طيب هنا يعني أستاذ محمد، هل ترى أنه يعني في هذا الملف النووي الإيراني هناك يعني وضعان متناقضان، وضع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترى دائما أن استغلال إيران للطاقة النووية يعرض المنطقة منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى خطر عدم وجود أمان وسلام، بينما كانت ترى أوروبا أو الجانب الأوروبي أو جانب الاتحاد الأوروبي أن إيران يمكنها أن أو من حقها أن تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا ولكن بطريقة سلمية. إذن نحن أمام رأيان متناقضان، كيف ترى هذا الرأيان؟ وأيضا في هذه اللحظات عندما نرى تدخل ترامب مرة أخرى في محاولة لخرق هذا الاتفاق. طبعا الرأيان يحملان وجاهة شديدة جدا، لكن التجارب السابقة أو الخبرات في الشؤون الإيرانية تشي بأن إيران لم تستخدم هذه الطاقة النووية في أهداف سلمية على سبيل الإطلاق. نرى على سبيل المثال محمد جواد ظريف في الأسبوع قبل الماضي عندما كان في أمريكا تحدث لوسائل الإعلام الأمريكية وهدد بإعادة تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزية في إيران. معنى ذلك أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن يوما برنامجا لأهداف سلمية، كان لأهداف عسكرية حتى هذه اللحظة، والدليل على ذلك أن إيران ترفض حتى هذه اللحظة تفتيش موقع باراتشين والذي يشتبه أنه يوجد فيه منشأة للتفاعلات النووية حتى هذه اللحظة، وبالتالي البرنامج يحمل أو ينطوي على شكل من أشكال عدم الشفافية وعدم الصراحة مع المجتمع الدولي. وحتى كما تعرف أخي الكريم البرنامج النووي أصلا تم الكشف عنه فجأة وصدفة في عام 2003 عن طريق عناصر من مجاهدي خلق في الغرب، وبالتالي الآن إيران بالفعل ولكن كان هناك تعاون منذ عام 57 يعني فيما بين الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد محمد رضا بهلوي، في حتى يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية التي باركت بوجود يعني مفاعل نووي في البداية. هو بالتأكيد الذي بنى المفاعلات النووية أصلا هم الأمريكان والفرنسيين والألمان في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات، وبعد الثورة الإيرانية منذ عام 1982 حاول رئيس مجلس الشورى الإيراني أو الرئيس الإيراني وقتها علي خامنئي أن يشبك علاقات مع الروس لإعادة تشغيل مفاعلات مهمة، على سبيل المثال مفاعل بوشهر الذي كان قد توقف منذ 20 عاما، وبالفعل نجح الروس في إبرام صفقات أو بروتوكولات مع إيران في التسعينيات لإعادة تشغيل المفاعل، وعمل المفاعل بالفعل مفاعل بوشهر بالتحديد باعتبار أنه يعتبر أهم مفاعل في البرنامج النووي الإيراني. لكن في 2003 فوجئ المجتمع الدولي بأن هذه المفاعلات ولا سيما مفاعل فوردو يعني تنتج مواد قابلة للتصنيع العسكري. نعم. وتنتج مواد قابلة لأن تستخدم كرؤوس نووية. طب هنا أستاذ محمد، يعني بعد أن تم توقيع الاتفاق النووي ما بين إيران والدول الست الكبرى في عام 2015 كان يعني هناك من يتحدث حول أن إيران سوف تستفيد
استفادة كبيرة جدا من توقيع هذا الاتفاق، وخاصة في رفع العقوبات الاقتصادية التي استمرت لسنوات طويلة، حتى أنه قيل هنا في هذه اللحظات أن إيران سوف تمد أزرعتها الخارجية، يعني مثل حزب الله مثلا وغيرها في الدول التي يعني لها ولاء بإيران بالأسلحة نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية عليها. هل ترى أن إيران هي المستفيد الوحيد من هذا الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع في عام 2015؟ بالتأكيد طبعا إيران من ضمن المستفيدين، أيضا أمريكا والغرب استفادوا من تأجيل حالة صراع في الشرق الأوسط، ليس إنهاء حالة الصراع مع إيران ولكن تأجيلها لأسباب تتعلق بموازنات الدفاع في الناتو وموازنات التسليح في البنتاغون في واشنطن. لكن إيران أيضا استفادت أنها حصلت كاش على تقريبا 160 مليار دولار كاش من أمريكا والغرب فور توقيع الاتفاق بحلول تقريبا يناير 2016. كل هذه الأموال لم تستخدمها إيران في التنمية الداخلية ولا في المشاريع المجتمعية، لكن استخدمتها في تمويل العمليات الخارجية و يعني المغامرات الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق وكلام من هذا القبيل. قبل 2015 كانت إيران مثل الوحش المربوط إلى شجرة، لكن هذا الاتفاق حرر هذا الوحش في الإقليم وأطلق يد إيران تقريبا، لأنها أصبحت لديها الأموال التي تنفقها على الحوثيين. وهل هذا الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 أي بعد حوالي عامين من توقيع هذا الاتفاق، يعني دعاها إلى فرض عقوبات جديدة على حوالي 11 كيانا وشخصا، وقالت أن أحد هذه الكيانات هو الذي يقوم بدعم البرنامج النووي الإيراني حتى بعد توقيع الاتفاق بعد سنتين؟ هو أمريكا فرضت أكثر من حزمة عقوبات على إيران بعد توقيع الاتفاق، آخرها مثلا الحزمة التي تمت في يناير 2018 وعلى رأسها يعني إدراج رئيس السلطة القضائية آية الله صادق أمولي لاريجاني على قائمة الأشخاص الإرهابيين أو المطلوبين إرهابيا بحكم أنه الذي ساهم في قمع انتفاضة 2017 اللي هي في ديسمبر ويناير 2017-2018. لكن هذا لم يمنع إيران من مواصلة السلوك العدواني في الإقليم، حتى هذه اللحظة تمد الحوثيين بصواريخ باليستية باهظة الثمن، تمد النظام السوري بالتقنيات وتجند الميليشيات من أفغانستان وباكستان وكلام من هذا القبيل، وهذا ما يشي بشكل صريح جدا إلى أن إيران بالفعل استثمرت هذا الاتفاق سياسيا للتمدد الاستراتيجي والجيوستراتيجي في الإقليم. طب هل هذا هو الذي دعا يعني ترامب إلى أن يقول أن طهران لم تحترم روح الاتفاق، وقال أنه يرغب في إلغاء هذا الاتفاق لأنه يعني رأى في الكواليس أو يعني بحسب تقارير أن إيران تسعى أيضا إلى محاولة إنتاج أسلحة نووية برغم هذا الاتفاق؟ الجميع يعرف أن إيران وفقا للبنود السرية غير المعلنة في الاتفاق تضمنت هذه البنود أن تكون إيران شريكا في حفظ السلم والأمن الدولي، يعني أن تكون شريكا في مكافحة الإرهاب في الإقليم، لكن إيران استغلت هذه البنود للتوسع والتمدد والاشتراك في عمليات لا قبل لها بها في الأراضي السورية واللبنانية. ترامب شخصيا رأى أن إيران بهذه البنود خرقت روح الاتفاق، لم تقبل الاشتراك في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، رغم أن هذا التحالف شمل دول كثيرة جدا في الشرق الأوسط منها مصر وتركيا على سبيل المثال، لكن إيران لم تشترك في هذا التحالف، وبالتالي إذا كانت هي بالفعل يعني وقعت على اتفاقية تلزمها بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب ثم لم تشترك في التحالف الدولي الأساسي لمكافحة الإرهاب، فهي بذلك تستغل الاتفاق لمصالح شخصية وليس لمصالح الأمن والسلم في الإقليم. هنا تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخط هنا بعد يعني ما قاله ترامب حول هذا الموضوع، وتصعيد رئيس الوزراء نتنياهو الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من هذا الاتفاق النووي الإيراني، وبحسب ما قاله أن إسرائيل تمتلك أدلة على أن إيران تسعى إلى إنتاج نووي، وقال حتى أنه تم الحصول على حوالي 100,000 وثيقة توضح هذا. كيف ترى هذا التصعيد؟
طبعا التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار حرب العلاقات العامة أو الحرب الادعائية ما بين طهران وتل أبيب، بسبب أن طهران بسبب أن تل أبيب عفوا تريد استخلاص مواقف غربية ودولية مؤيدة لما سيفعله ترامب بعد 12 مايو المقبل حين ينسحب من الاتفاق، وبالتالي يحرم المجتمع الدولي على شبه إجماع لتوجيه ضربة عسكرية على إيران إذا قررت إيران أو فعلت إيران الخطأ الاستراتيجي الأعظم وهو إعادة العمل بالبرنامج النووي الإيراني. أعتقد أن كلام نتنياهو في مجتمع خبراء الشؤون الإيرانية دوليا لا يحظى بمصداقية أو بصدقية عالية، رغم أن هناك بيانات فرنسية وبريطانية أيدت إلى حد ما ما قاله نتنياهو، لكن كلام نتنياهو كان أشبه بالمسرحية التمثيلية التي ليس فيها دليل مقنع، لا سيما وأن كل هذه القرائن كانت قبل يعني هو بحسبك او بحسب مراقبين كما تقول انه يعني مشهد استعراضي التي تقول انه بعد 2009 ايران التزمت بالاتفاق، يعني كان هو مشهد استعراضي فقط امام شاشات التلفزيون. الو تسمعني سيد محمد؟ تسمعني الان سيد محمد محسن؟ هل تسمعني سيد محمد؟ طب عندما يتوفر لنا الاتصال مرة أخرى السيد محمد محسن أبو النور معي، لو نعود مرة أخرى مباشرة إلى الكاتب الصحفي الأستاذ محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، أهلا بك مرة أخرى سيد محمد، نعتذر على عدم وصول الاتصال فيما بيني وبينك لكن عاد مرة أخرى. كنا نتحدث حول التصعيد الإسرائيلي ضد الملف النووي الإيراني، وكنا نقول أو كما قلت حضرتك أنها يعني ما هي إلا مسرحية كما قال آخرون، إنها يعني استعراض. كيف يبدو هذا التصعيد إذن في محاولة فيما يبدو أنها قد توجه ضربة عسكرية من قبل إسرائيل إلى الملف النووي الإيراني أو إلى المنشآت النووية الإيرانية؟ هل أنت معي في هذا التحليل أو في هذه النقطة بالتحديد أنه قد تبدو في الأفق أن هناك ضربة إسرائيلية قد توجه إلى المفاعلات النووية؟ هو هذا الأمر وارد طبعا، لكن لن يحدث إلا بعد أن يكون هناك اشتباكات على الأرض السورية وفي جنوب لبنان لمحاولة تقليم أظافر أو قص الأزرع الإيرانية في الإقليم، لا سيما وأن الميليشيات الإيرانية الأفغانية والباكستانية اقتربت جدا من الحدود الإسرائيلية عند الجولان، وهذا أمر خطر جدا ومقلق جدا للإسرائيليين. الأمر الاحتمال الثاني هو أن يبقي هذا القرار القوات الإسرائيلية على جاهزية عالية لمحاولة يعني شن هجمة عسكرية على المفاعلات الخمسة الإيرانية، لا سيما وأن إسرائيل امتلكت مؤخرا طائرة الاف 35 الشبحية القادرة على الذهاب إلى مناطق عمليات بعيدة بدون الحاجة إلى التزود بالوقود بحر جوا، وهذا يشي بأن فعلا نظر التصعيد الحربي خزي في الارتفاع، وأن فعلا قد تشهد الأيام المقبلة عملية عسكرية من إسرائيل أو أمريكا ضد إيران. نعم، طب ابقى معي سيد محمد محسن أبو النور لأني سوف أتجه الآن إلى فاصل وأعود إليك مرة أخرى لكي نستكمل معك هذا الحوار. هناك فاصل قصير وبعده نعود معكم الحديث حول التصعيد حول الملف النووي الإيراني، فانتظرونا. هنا تشابكات وتصعيد من قبل إسرائيل حول الملف النووي الإيراني، إذن هنا محاولة إسرائيلية لدفع الولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب من هذا الاتفاق، وفي الأفق كما قلنا تلوح ضربات عسكرية إسرائيلية كما يقول خبراء عسكريين نتيجة لهذا التصعيد. مرة أخرى معنا مباشرة الكاتب الصحفي محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، أهلا بك مرة أخرى سيد محمد. كنت أتحدث حول ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر التلفزة على أن إسرائيل تملك أدلة، وقال أنها حوالي 100,000 وثيقة تم تصويرها عن طريق الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران تسعى أيضا لزيادة أنشطتها النووية. هناك من يتحدث على أن نتنياهو لم يكشف جديد، بمعنى أنه لا توجد معلومة واحدة تثبت ذلك، كيف ترى هذا الأمر؟ بالتأكيد وفقا لبيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ما قاله نتنياهو كلام قديم، فضلا عن تأكيد الوكالة بأن إيران بالفعل بعد عام 2009 التزمت بعدم امتلاك تقنيات نووية، لكن المفارقة هنا أن ترامب ونتنياهو تحدثان عن مفاعل فوردو
لكن أيضا ترامب تحدث فيما مضى عن مفاعل براتشين العسكري، وإسرائيل حتى هذه اللحظة ترفض يعني تفتيش مفاعل براتشين، بل إن الخارجية الإيرانية اتهمت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم عملاء وجواسيس وينقلون ما يرونه في المنشآت العسكرية إلى أجهزة المخابرات الأمريكية، وبالتالي هناك ثقة مفتقدة ما بين الجانبين. إيران تتهم المفتشين الذين تتحامى فيهم المفترض بأنهم جواسيس وعملاء، فيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى هذه اللحظة تدافع عن البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق المبرم الذي يعني من بنوده تفتيش 5 مواقع أساسية وهي فوردو ونطنز وأراك وبوشهر ومفاعل طهران، لكن مفاعل براتشين خارج الحسابات السياسية، وبالتالي إيران تتحدث في وادي والغرب وإسرائيل في وادي. لكن هو هنا في لحظة في هذه النقطة أو المنطقة نتنياهو يقول أن إيران يعني لديها مواقع سرية للغاية في طهران نقلت إليها الأسلحة النووية، حتى لو كان هناك تفتيش لكن لا يستطيع أن يصل لهذه المناطق السرية. هو يقصد طبعا طهران وشمال طهران في منطقة الجبال البرز، حيث شهدت تلك المنطقة مؤخرا عدة زلازل نتيجة عن يشتبه أنها تفاعلات نووية وليست زلازل نتيجة عن كوارث طبيعية. وهذا يشي بالفعل بأن من وجهة نظر نتنياهو بأن إيران لديها منشآت سرية لم تعلن عنها للمجتمع الدولي، وهذا واضح جدا جدا. وظني الشخصي أن هناك عاملان أساسيان، العامل الأول هو تعاون الموساد مع أجهزة استخبارات إقليمية أو دولية للحصول على هذه المعلومات، أو أن يكون هناك عناصر من مجاهدي خلق أو معارضة إيرانية مندسين في تلك المنشآت أو المخازن السرية للوثائق، وبالتالي أمدوا الموساد وإسرائيل بتلك المعلومات. إذن دعنا أشكرك على التحليل مباشرة الكاتب الصحفي السيد محمد محسن أبو النور الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، أشكرك شكرا جزيلا.